هل أرباح اليوتيوب من الإعلانات حرام أم حلال؟ هذا الموضوع جاني بزاف في الرسائل في الخاص، كتبوا لي بزاف، ولكن ما درتش عليه يعني ضجة كبيرة، ما حبيش نحكي فيه لأني مانيش أهل اختصاص، ولكن راح نعطيكم أمور تقنية وراح نعطيكم مفهوم العام حول الحلال وحول الحرام فيما يخص اليوتيوب بحكم التجربة. لازم نفهموا حاجة بأنه الإعلانات تكفل بها حساب جوجل أدسنس. جوجل أدسنس هذه هي شركة لتخلصنا أو تخلصنا الأموال في حساباتنا البنكية، ماهيش اليوتيوب. اليوتيوب هي منصة فقط باش تنشر فيها المحتوى تاعك أو الفيديوهات تاعك، لكن اللي خلصك واللي يقبل القناة تاعك هي شركة جوجل أدسنس. هي هذه الشركة اللي خدمتها أنها تدير عقود مع شركات إعلانات وغيرها باش هي تدي تقريبا نسبة 51% وانت تدي الباقي. فهذا الحساب الأدسنس أو هذه شركة الأدسنس هي بعد ما تربح الأموال هي اللي تبعثهم لك في البنكة. إذن هذه الشركة هل الإعلانات تاعها حرام أم حلال في اليوتيوب؟ هل الأموال بصفة عامة اليوتيوب حرام أم حلال؟ لازم نفهموا حاجة بأنه أول شيء تقدر يمكنك الذهاب إلى حساب جوجل أدسنس وتدخل الإعلانات وتقدر تفلتري الإعلانات اللي تخرج واللي ما تخرج. مثلا أنا واحد من الناس ناحية السحر، ناحية الشعوذة، ناحية الخمور وغيرها، تقدر تتحكم في الإعلانات الأساسية بنسبة كبيرة، لكن ما تقدرش تتحكم في الإعلانات بصفة عامة، لكنهم أعطيك القدرة أنك تتحكم في بعض الإعلانات كما نقيت المحتوى تاع الخمر، السحر، الأمور تاع الماسونية، هذو كامل نحيتهم من القناة تاعي، شطبتهم عندي سنوات. هذه نقطة. خلينا من هذه، نفترض أنك أنت ما تعرفش ولا ما تقدرش تتحكم بالإعلانات، شكون هذا الشخص اللي يفتالك بأنه حلال ولا حرام؟ شكون هذا؟ نظن بأن العلماء كامل متفقين بأنه العمل في الأنترنت هو عمل حر، خاصة الناس يتقدم في المحتوى جيد أو محتوى تعليمي راك تساعد على نشر التوعية ولا تساعد على نشر الثقافة ولا تساعد على نشر أمور جيدة. هذه نقطة. معناتها هذا جوجل، شركة جوجل هيتخلصك حق من تارك تنشر من إعلانات هذه. إذا كان مشكلتك المصدر الإعلانات إذا كان حرام ولا مصدر إعلانات ماهيش مليحة، ركز معايا مالا، لازم نكشفوا بعض الامور في المجتمع الجزائري خاصة والمجتمع العربي باش ما نخلطوش. لازم نفهموا حاجة بأنه الإعلانات اللي تظهر عندي، مثلا أنا ظهرت عندي فتاة عريانة، مثلا ظهر عندي محتوى مش مليح، ظهر عندي محتوى تاع سحر، أو ماهوش مشكل فيك أنت ولا مشكل في الشركة. لازم نفهموا بأنه صاحب الهاتف أو صاحب الحاسوب هو المسؤول الأول على ظهور هذا النوع من الإعلانات. وتلاحظوها مثلا لو كانت تتفرج في إعلانات في الإنستغرام ولا فيسبوك، لو كانت تتفرج مثلا تتفرج أثاث منزلي، تكليك على أثاث منزلي في بيبليسيتي يخرج لك ممول، تلاحظ باللي بيبليسيتي اللي يخرج من وراها غير لي مابل. أخيراكم فاهمين؟ فأنت الوحيد الشخص إذا كنت تتفرج المواقع الإباحية في الهاتف تاعك، إذا كنت تتفرج وتتصفح إعلانات اللي فيها نساء عاريات، فبالطبع الإعلانات ستخرج لك من هذا النوع. معناتها ما هوش صاحب القناة وما هيش جوجل اللي هي مسؤولة على نوع الظهور الإعلانات، لأنه شركة جوجل أدسنس كدير إعلان، ماذا بها الإعلان هذا يخرج للشخص المناسب، للشخص اللي تشوف الشركة باللي يقدر يشري، مش طيش مليار برك، مليار دولار يطيش كوكاكولا مثلا مليار دولار تروح تديرها اعلانات في 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 مالي ولا زيمبابوي اللي ما عندهمش كوكاكولا اصلا، مثلا نعتبروها مثلا بلد افريقي فقير، تروح شركة كوكاكولا تلوح اعلانات تاعها كامل مثلا في الصين، نفترضوها الصين ما عندهاش غازوس، ما عندهمش كوكاكولا، عندهم منتوج واحد اخر، تروح شركة امريكية تلوح الكوكاكولا كامل تلوحها في الشركة الصينية او في المجتمع الصيني وهما ما يشربوش، انت خسرت. فالظهور تاع الاعلانات يكون متعلق بالشخص هذاك. اذا كان الشخص هذاك يتفرج للعرا، يتفرج مواقع اباحيه، يتفرج نساء، يتفرج يتفرج يتفرج، فالاعلانات تخرج له كيما راه حاب يتفرج هو. هذا باش يكون في علمكم. لذلك بصفه عامه تقدر تتحكم تتفلتري في الاعلانات الاساسيه باش ما تخرجش، باش ما تكونش مسؤول، يعني تصفي ذمتك مع ربي بلي انا ربي اني صفيت انا ان يخرجوا لي الاعلانات الجيده. نعطيكم باختصار نوصل النقطة هذه اللي لازم الشعب الجزائري يفهمها. لازم تفهم باللي الدولة الجزائرية تاعنا مثلا أو أي دولة أخرى على بالك باللي المداخل تاعها من البنوك، وعلى بالكم البنوك تقريبا المداخل تاعها راهي فيها الربا وربا على بالكم القصة تاعو. لازم نفهموا أيضا باللي مداخل الدولة فيها من الخمور، من الشراب، أمور محرمات.
وفي النتيجه تخلص بها الموظفين في الوظيف العمومي. مثلا هنا نقول مثلا الدوله راهي تدخل راهي تسلك الحرام، هنا نقولوا مثلا الموظف يخدم والدوله تسلكوا بالاموال الحرام، سما هكذا ما تصلحش. اخي راكم فاهمين قصدي، يعني باش ما ندخلوش في تفاصيل اخرى. دوله تروح لامريكا مثلا، هاي تروح انت تسافر لاوروبا فرنسا وتعيش تخدم يسلكوك فرنسا، المداخل تاعها حرام في الحرام، ربا في الربا، تقبل انت تدي هذوك الدراهم وتخلصهم من الخدمه تاعك، هاي تقول لهم بلي ياكم المصدر تاعكم حرام. نفس الطريقه كيف كيف انت راك تقدم في محتوى في الانترنت في اليوتيوب، وشركه تقول تخلصك الحق ظهور الاعلانات. الاعلانات ظهرت مليحه ماشي مليحه ماكش انت المسؤول عليها، انت ماكش مسؤول عليها، انت راك بنيتك راك تخدم. لو كان هاد الناس اللي هم يحرموا الهدف تاعهم هو هدف ماسوني، هو الهدف انك انت اللي تبع الحلال والحرام، انت المحتوى تاعك المليح، انك تجبد روحك من المواقع. لانه كاين علماء اكدوا بانه لازم نداصروا ولازم ندخلوا للمواقع اللي فيها الفساد، اللي فيها المحتوى فاسد، لازم احنا ندخلوا. وباش تدخل انت ماهوش المجتمع كامل عنده الملايير ولا عنده الملايين ولا خدام، رابي بار بطال. اذا هنا ما تقدرش تقول حرام وحلال، مش انت تقدم في محتوى جيد قانع بروحك، خلاص الاموال تجي راهي حقك خدمه تاعك باش تستمر في المنصه هذيك. الاعلان تاعك ما كانش اعلانات اذباحيه باش يكون في علمك، البورنو هذا ولا العراء ما كانش في الاعلان تاع يوتيوب. اليوتيوب راهي صافيه بزاف، يعني احسن منصه في الاعلانات. كش ما شفتوا نهار تتفرجوا في العائله في اليوتيوب وخرج العراء، ما كانش يقدر يخرجوا بعض الاشياء هذه عندها علاقه بالشخص هذاك اللي عنده الهاتف واش راه يتبع. نتمنى ان وصلت الفكره ونتمنى انكم فهمتوني. اذا كان شيء اخر ما حبيتش نفسر اكثر باش ما تدخلوش في المحظور، لكن اعطيتكم بطريقه تقنيه واش راه صاري بكلام عام، ما حبيتش نخلطها لكم هكا باش نفهموا مليح. المسؤول الاول على ظهور اشياء غير مناسبه هو الشخص. اليوتيوب راه ما يخرجش المحتوى الاباحي، ما يخرجش الحوايج اللي ماهمش ملاح. اعلانات ماهوش ملاح ما كانش في اليوتيوب تقريبا، كنت فيريفيت الاعلانات تاعهم كامل ملاح، شركات رسميه باش تبيع ماشي باش تمسخر هكذا. جماعه السلام عليكم.